السائل سين ميم من الهفوف يقول: ما معنى هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل هؤلاء الثلاثة لا يؤاخذون دنيا ولا آخرة؟ لا يؤاخذون دنيا ولا آخرة مهما عملوا من أعمال، حتى لو كان فيها تعد على حقوق الغير وإتلاف لممتلكاتهم؟ معنى الحديث أن هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم شيء من أوامر الشرع لأنهم غير مكلفين، لا تجب عليهم الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا غير ذلك من الواجبات الشرعية لأنهم غير مكلفين في حالتهم هذه، وأنهم لا يأثمون بترك هذه العبادات لأنها لم تجب عليهم. وإن كان الصبي يؤمر بالعبادة ويدرب عليها حتى يألفها كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. هذا في حقوق الله جل وعلا، فإنها لا تجب إلا على المكلف. أما حقوق المخلوقين لو تعدوا على أحد بإتلاف نفس أو إتلاف مال فإنه يجب عليهم الضمان، يجب عليهم الضمان، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط عن من أتلفها إلا إذا سمح لهم صاحبها بذلك، فهي مبنية على المشاحة كما يقول العلماء، فيجب ضمان الأنفس والأموال من المتعدي عليها سواء كان مكلفا أو غير مكلف. حتى البهائم إذا أتلفت شيئا من أموال الناس فإنه يجب على صاحبها أن يضمن هذا الإتلاف، إلا ما سمح به شرعا فيما لو أتلفت زرعا في النهار، يعني رعت الزرع في النهار، فإنه ليس على صاحبها ضمان لأنه مسموح له بإطلاقها في النهار لترعى. أما لو أتلفت ذلك في الليل فإن على صاحبها الضمان، لأن على أصحاب الزروع حفظ زروعهم في النهار، وعلى أصحاب المواشي حفظ مواشيهم في الليل. نعم.